المعيشة بقت صعبة. بيقوا أغلب الناس الواحد فيهم يصحى من الصباح هم الأكل والشراب. بس يا ربي في كم زول ورا الحيطان دي نام من غير عشاء؟ في كم طفل في المدرسة مشى بدون ما يكون معاه حق الفطور؟ رغم إنه الشوارع ملانة ملانة ببواقي الطعام. تعرف يا ضعف؟ ايوه ياسر ياسر تعال حاك مريم ده في القمام علي. يلا ابقى ما ارجع جنا. ده شنو ده؟ ها؟ ده شنو؟ دي القمامة دار اطلعها برا. لا لا جيبه انا عايزه. جيبه انا عايزه. جيب الماء قمامة ده نمسكه لك. لانه ما ده مساحة دور باش نازل. انت عدلان عندك حاجه رايحه؟ حاجه رايحه شنو؟ داري اشوف القمامه دي يمكن يكون ناس البيت رموا فيها حاجه مفيده. الله 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 الله. ده شنو ده؟ ده شنو ده؟ ده شنو؟ جزر ليمون. ده شنو يا ولد؟ دي امي نظفت الثلاجه من الخضار القديم وخطت مكان الخضار الجديد. لا 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 ده بازار. رجع عدلان الحاجات دي رموها في الوسخ. تاني تقول لي ما وشيلها؟ ايوه تتنظف وتتخطى تاني ولا اقول لك خدتهم لي في كيس انا عايزهم. العوض اليومين ده كان عصروا في الاكل انا ما داير غدا والله صراحه يعني. انت غدا تغدى تكفي انت تاني بعد الله يطلع حط 60 سندوتش اللي اكلته الليل تاني عندك نيه غدا انت يا اخي؟ وده؟ ده شنو؟ الرمى منه؟ ده حق الفاضل باقي الفاضل. الفاضل؟ ها؟ يا اخي انت وقت ما قادر تاكل عيشه كامله وخذ نص. انا صراحه حاولت ادي العوض ياكل الباقي لكن ابجيها لا لا تاكلوا انت ها اخش راجع الشيء ده كان في القمامه تاكلوا انت عشان تاني ما ترمي النعمه. النعمه دي يوم من الايام حتفقدها وحتندم. هاك امسك امسك اكل ساعه ما بضرك اكل بالهنا. تفضل ما يقصر بدل ما تقعد تضحك كده مش هدي له الكيس حقه بتاع ليش ده قبل ما يجي قرايه. انت مش المراسله؟ اي شيل الكيس عشان تجي جوا. انا مضطهد في البيت ده مضطهد انا. اقول